السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي النجاة يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أيها الإخوة المسلمون، إن هذا اليوم يوم عيد وفرح وسرور، وهو من أعظم الأيام. هو يوم النحر، هو يوم النحر، اليوم الذي خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقبله بيوم عرفة خطبته المشهورة خطبة الوداع. فيا عباد الله، أوصى بها الرسول أشياء كثيرة، وبين أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين والشريعة. فيا أيها المسلمون، إن دين الله سبحانه وتعالى بني على أسس وقواعد ثابتة، دين من عند ربنا يرسم الأحكام والنظام، تتلاقى فيه أحكام الشريعة مع نزاهة المشاعر.
تتوازن فيه الأوامر مع الزواجر. دين كامل يخاطب العقل والقلب، هو الهدى المغني عن تجارب الخطأ والصواب، وهو الصراط الحق الواقي من الكبوة والخطأ. أحكام الإسلام لا يختلف فيها صحيح النقل مع صريح العقل، ولا يتناقض فيها الوحي مع سليم الفكر. صفاء المعتقد والإيمان وهو أساس الفضائل ولجام الرذائل، يحتم على أهله الدعوة إليه والصبر على الألا فيه. مصدره كتاب ربنا، هداية جامع للسلوك الإنساني الصحيح، جمع فيه كل شيء وما فرط فيه من شيء. وسعادة الحق لا تكون إلا في صدق الإيمان والارتباط الصادق المخلص بالواحد الديان. ومن قل نصيبه من الإيمان اختلت استقامته واعوجت سيرته، فتراه لا يحمل رسالة ولا يقيم دعوة. فيا عباد الله، ينحرف عند أدنى محنة ويضل عند أدنى شبهة، ويزل فيه عند أول بارقة شهوة. دينه ما تهوى به نفسه، عقيدته ما يوافق هواه. قد لا ينقصه علم فقد يكون أعلم منك، أو رجاحة عقل فقد يكون أعقل منك، ولكن فاته التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع وفي سكراته عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة في دين الله المنزلة العلية والرتبة السامية، فهي عمود الإسلام وركن الملة ورأس الأمانة. بها صلاح الأعمال والأقوال، أداؤها نور في الوجه والقلب وصلاح للبدن والروح. تطهر القلوب وتكفر السيئات، تجلب الرزق والبركة. فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بقوله وخاطب نبيه بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمرنا سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة عليها أمر الأهل والأقربين بها والأخذ على يد المفرط منهم. ومن أعظم المصائب وأقبح المعايب ترك الصلاة، ومن تركها عظمت عقوبته وطالت حسرته وندامته يوم الدين. وليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا أيها المسلمون، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيا عباد الله، في طيب المكسب وصلاح المال سلامة للدين وصون للعرض، فلا تأكل إلا حلالا ولا تنفق مالك إلا في حلال. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: لو قمت في العبادة قيام السارية، ما نفعك حتى تنظر إلى ما يدخل إلى جوفك. لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر إلى ما يدخل إلى جوفك، أي حتى تنظر إلى ما تأكل، هل هو من الحلال أم من الحرام. أكل الحرام يعمي البصيرة وينزع البركة ويجلب الفرقة والشحناء ويحجب الدعاء. فيا عباد الله، لتكن النفوس بالحلال سخية والأيدي بالخير ندية. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام لله فيها بما يجب عليه عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم لله ما يجب عليه عرضها للزوال والفناء.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن من خيار بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، بيت فيه يتيم يحسن إليه. وخفض الجناح لليتامى والبائسين دليل للكمال الإيمان وكمال المروءة، ويحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من المحن والبلاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فاتقوا الله يا عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي علامة هذه الأمة، علامة هذه الأمة وعلامة خيريتها، به تقوم الأمة لتحفظ دينها ويدوم خيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزول الدين ويعم الضلال، وتفسد الديار ويهلك العباد. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوا أمره. فالغيبة مظهر من مظاهر الخلل في المجتمع ودليل لضعف الديانة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتناب عنها. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد، يعني من مرض الأكلة في الجسد. المبتلى بها ذو قلب متقلب وفؤاد مغم وفؤاد مغتم، إن طوى على بغض الخلق قلبه متفق مريض، يحسد الناس في السراء ويشمتهم في الضراء، على الهم مقيم وللحقد ملازم. يقول عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: فر من المغتاب فرارك من الأسد. ذو الغيبة صفيق الوجه لا يحجزه عن الاغتياب إيمان، ولا تحفظه مروءة. فاعلم يا عبد الله أن لكل الناس عورات ومعايب وزلات، فلا تتوهم أنك وحدك الذي علم هذه العورات وهذه الزلات، وأنك وحدك الذي أدرك ما عجز عنه غيره. فظن الخير بإخوانك، واعمل عمل رجل يرى أنه مجاز بالإحسان إحسانا، ومؤاخذ بالإجرام إن أجرم. والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن عزت عليه نفسه سانها وحماها، ومن هانت عليه أطلق لها عنانها وأرخى لها زمامها فأوردها الرذائل. والله سبحانه وتعالى يجزي كل هؤلاء بالعذاب الأليم. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى. في العيد صلة للرحم، فرحم الإنسان هم أولى الناس بالرعاية، وأحقهم بالعناية، وأجدرهم بالإكرام والحماية. صلتهم زيادة في المال، ومنسأة في الأثر، بركة في الرزق، وتوفيق في الحياة، وعمارة للديار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له رزقه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا الحديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وصلوا أرحامكم، واعلموا أن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ويأتي الرحم يوم القيامة متمسكا بعرش الرحمن، يشتكي إلى من قطعه. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا أن يسألكم رحمكم يوم الدين، واجعلوا هذا اليوم وأدا للقطيعة وطيا لصحيفة الشقاق والنزاع، واعفوا واصفحوا واغفروا لإخوانكم كما تحبون أن يغفر الله لكم. فيا عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى الصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، زينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أيام العيد أيام أكل وشرب، وأدخلوا السرور على أنفسكم وعلى أهليكم، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا تنفقوا أموالكم أيام العيد فيما حرم الله تبارك وتعالى. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد، كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. واحذروا يا عباد الله من الجلوس في الأماكن التي يوجد فيها المحرمات، وليكن الفرح فيما يحبه الله ويرضاه. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا يا عباد الله أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة، إذا اجتمع هذان العيدان، عيد الجمعة أي صلاة الجمعة والعيد، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة إذا أراد. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه العيد ثم صلى بهم صلاة الجمعة، وقال عليه الصلاة والسلام: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله. وصلوا وسلموا على من أمرتم عليه بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام، عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّدته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.